بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوف حل المعادلات والمتراجحات بأشكال أسية من اتجاه تغير الدالة الأسية اللي شفناه من قبل. نستنتج القواعد التالية، كاين بعض القواعد لازم علينا نحترمها. عندنا أسية U دو إكس، يعني أسية U دو إكس، كما شفنا نقدر نكتبو أسية إكس كما تقدر تكون دالة هنايا، أي تساوي ماذا؟ تساوي أسية V دو إكس، أسية V دو إكس هذا يكافئ أو سي ليكيفالون تاع أسية إكس U دو إكس، عفوا U دو إكس يساوي V دو إكس. دونك نشوفوا هذا من خلال تمارين. عندنا كذلك القاعدة التالية، هذه بالنسبة للمعادلة. بالنسبة للمتراجحات، أسية U دو إكس أكبر تماما من أسية V دو إكس، هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أن U دو إكس أكبر تماما V دو إكس. نفس الشيء بالنسبة للأصغر تماما أو أكبر أو يساوي أو هكذا. عندنا مثلا عندنا أسية U دو إكس كي تكون أكبر أو يساوي الواحد، يعني فوق الواحد، هذا يكافئ، شوف المنحنى تاع الدالة الأسية، U دو إكس يكون أكبر أو يساوي الصفر. U دو إكس هذي تندرسو على شكل U دو إكس أكبر أو يساوي صفر. كي يكون U أو أسية U دو إكس محصورة بين الواحد وماذا؟ والصفر، محصورة بين الواحد والصفر، هذا ماذا يكافئ؟ أو سي ليكيفالون دو أسية أو U دو إكس عفوا أقل أو يساوي الصفر. هذه بعض القواعد، أحفظها ودرك من خلال التمارين نزيد نذكر بقواعد أخرى وهكذا. دوك نشوفوا الآن أمثلة، راح نشوفوا ندو بعض الأمثلة. في المثال هذا طلبوا منا حل المعادلة، أي حل في R المعادلة أسية 2 إكس مربع زائد 3 يساوي أسية 7 إكس. لهنا نلاحظ أن عندنا U دو إكس، U دو إكس تساوي ماذا؟ تساوي 2 إكس مربع زائد 3، وعندنا V دو إكس يساوي 7 إكس. هاي أسية U دو إكس يساوي أسية V دو إكس. إذن لهنا واش نخدم؟ نخدم ب U دو إكس يساوي V دو إكس، أي نخدمها سهلة. هاي 2 إكس مربع زائد 3 تساوي ماذا؟ تساوي 7 إكس، تساوي 7 إكس. هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أنه هذا 7 إكس ترجع من هي بتصبح معادلة، لازم ترجع من هي تولي 2 أي إكس مربع ناقص 7 إكس زائد 3 تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. هنا راهي عندي ثلاثي حد من درجة ثانية، أي كثير حدود، ثلاثي حد من درجة ثانية، أنترينوم دو دوزيام دوغري. هنا لازم لي نخدم بماذا باش نصيب حلول المعادلة. حلول المعادلة هي اس تساوي، لازم لي نحط هنا حلول المعادلة. إذن نخدم بدلتا بالمميز لو ديسكريمينون يساوي ب مربع ناقص 4 اسي، ب مربع ناقص 4 اسي اي يساوي ماذا؟ ب مربع هو ماذا؟ هو ناقص 7، ناقص 7 مربع اي يساوي ناقص 7 مربع اللي هو ب مربع ناقص 4 في ال ا اللي هو الاثنان في الثلاثة اللي هو السي، في الثلاثة اللي هو السي.
تصبح عندي ناقص 7 مربع تصبح عندي 49، 4 في 2 8 في 3 24 ناقص 24 تساوي 25. إذن دلتا صوتو أكبر من الصفر، إذن المعادلة تقبل حلين متميزين، المعادلة تقبل حلين متميزين، تقبل x أي x واحد يساوي ناقص b زائد جذر دلتا على ماذا؟ على 2a، على 2a أي تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ب ناقص ناقص 7. احذر من هذا، ب هي ناقص 7، إذا ناقص ناقص 7 زائد جذر دلتا، لأن دلتا شحال صبناها؟ صبناها 25، أي زائد جذر 25 على 2a، على 2a أي 2 في 2 الأ. اي هنا تساوي، شو جو بريفير نخدم هكذا كاللي يجي زعما يلعب يحسب في السما هكذا او تغلط غير بالعقل، حط هم هكذا باش ما تغلطش. عندنا 7 زائد 5 على 4 اي تساوي ماذا؟ 7 زائد 5 12 على 4 تساوي 3. اذا اكس واحد صبناه ماذا؟ يساوي 3. اكس دو أي يساوي ناقص ب ناقص جذر دالتا على ماذا؟ على 2a أي يساوي ناقص ناقص 7 ناقص جذر 25 على ماذا؟ على 2 في 2 يساوي، يساوي أن هنا 7 ناقص 5 على 4، على 4 ومنه نصيب و اثنان، نصيبو 7 ناقص 5 2 على 4 اي كي نختزلو هذه نصيبوها النصف، نصيبوها ماذا؟ اكس 2 نصيبوها النصف. نجو لهنا اس واش تساوي؟ تساوي النصف، نبداو بالصغير ومن بعد هكذا ثلاثة. هذه هي حلول المعادلة، تشوف سهلة اين تصيب روحك تحل في معادلة تاع عبارة جبرية خطية تآلفية هذيك ولا من الدرجة الثانية، المهم عبارة جبرية عددية هذيك. الآن طلبوا مني حل في R مجموعة الأعداد الحقيقة المتراجحة أسية 3x أقل أو يساوي أسية x زائد 6. اللي هنا واش عندي؟ عندي U دو x، U دو x واش يساوي؟ يساوي 3x هاي. وعندي V دو x واش يساوي؟ يساوي x زائد 6، x زائد 6. اذا نجي نطبق القاعده، يعني هذا يكافئ ان u دو x، u دو x اقل او يساوي v دو x، اي نحل متراجحه هذه. هنا المقصود منه انه 3 x اقل او يساوي x زائد 6، هذا ما كان نجي نحل المتراجحه. هذا واش يكافئ؟ يكافئ أنه لهنا الإكس هذه كي تروح ملهيه تولينا ماذا؟ تولينا 3x ناقص x أقل أو يساوي 6، أقل أو يساوي 6، ومنها تولي 2x أقل أو يساوي 6، وهذا يكافئ أي سي ليكيفالون دو x أقل أو يساوي 3، يعني 6 على 2 3. يعني الإكس لازم يكون أقل أو يساوي 3، ومنه الحلول هي آس تساوي من ناقص لا نهاية حتى لوين؟ حتى الثلاثة، ثلاثة لأن أقل أو يساوي 3 داخل في الحساب ندوها، يعني إكس تأخذ قيم من 3، أي من 3. لاحظ معايا مثلا ها هو الصفر وعندنا واحد زوج ثلاثة، ها هي الثلاثة. إكس تأخذ القيمة منين؟ من ثلاثة، من ثلاثة تديها حتى وين؟ حتى لهنا، هذو كامل مسموح بهم. لاحظ انتبه معي لهنا، ها هي هذو كامل
من ناحية النقص لا نهاية تأخذهم إكس، هذو هما الحلول، هذو منا لا لا، هذو ما همش حلول، متفاهمين؟ صح. نجي الآن نشوف ثاني بعض الأمثلة الأخرى. يعني كذلك عندي عندي أسية 2 ناقص إكس تساوي أسية إكس، تساوي ماذا؟ أسية إكس. هذه كيفاش نخطبها؟ هذه ليكيفالون تاع 2 ناقص إكس تساوي ماذا؟ تساوي إكس. ومنه إكس واش يساوي؟ أي هذا سي ليكيفالون تاع إكس يساوي ماذا؟ يساوي الواحد. كاين اللي يقول لك لا ربما، كيفاش حتى جبنا هذا الواحد؟ أنا تولي الإكس هذيك تروح من هي، تولي لك 2 إكس تساوي 2، ومنه الإكس يساوي 2 على 2 يساوي الواحد. كاين لربما هذو ما يعرفهاش. بون، هنا الحلول واش هي؟ هذا مكان حلول المعادلة، تساوي هكذا واحد، حلول المعادلة هو واحد فقط. أما لاحظ أن الحلول المعادلة هما نقاط، أي نقطة معينة، أما حلول المترجحة هو مجال كامل. نشوف كذلك معادلة أخرى. عندنا أسية 2x زائد 3 تساوي الواحد. هنا تقول لي وهذه كيفاش نعمل لهنا؟ حاجة سهلة. هذه واش هي؟ هذه ليكيفالون تاع ماذا؟ تاع أسية 2x زائد 3 تساوي ماذا؟ أسية الصفر، تساوي أسية الصفر. لماذا؟ لأن الشيء اللي لازم تحفظه أن أسية الصفر تساوي واحد، يعني أي عدد أس صفر يساوي واحد، ما عدا معلوم كما قلنا الصفر اللي للآن مازال هم ما تفهموش عليه. بون، هنايا هذا واش يكافئ؟ أي سي ليكيفالون دو 2x بلوس 3 يساوي ماذا؟ الصفر. لاحظ ندي الأمور اللي جاية من الفوق، ها هي يعني هنا U دو X يساوي 2X زائد 3، أما V دو X يساوي الصفر. إذن أنا نخدم واش كاين من الفوق هنايا في الأس، ومادام هذه تساوي الصفر، ومنه 2X يساوي ناقص 3، أي إكس يساوي ناقص 3 على 2، أي الحلول تاع المعادلة يساوي إس، يساوي لي سوليسيون إس سوليسيون دو ليكواسيون، المعادلة هي أون فرونسي ليكواسيون، سوليسيون دو ليكواسيون هما ناقص 3 على 2 تو سامبلومون. نزيدو نشوفو معادلة أخرى. عندنا مثلا أسية 5x مربع يساوي أ، الأسية صح. هذا سي ليكيفالون دو كوا؟ حنا لازم لهنايا، لازم البروبليم سوكي بوز هنا واش كاين الفوق باش نخدم معادلة، لازم لهنا واش كاين باش نخدمها. هذا سي ليكيفالون دو كوا؟ هذا يكافئ أن أسية 5x مربع يساوي ماذا؟ نعرفه لازم ثاني كاين حاجة أخرى أن لازم تعرفها، أن الأسية تساوي أسية أس واحد، كما أي عدد نقول لك 2 هو أس واحد، نقول لك مليار هو أس واحد، وهكذا. إذن اللهنة انتبه معايا تساوي أسية واحد. أنا اللي همني هو هذا اللي الفوق، ومن هون نجي نخدم هذا يكافئ ماذا؟ أنه 5x مربع يساوي الواحد، أي يساوي الواحد. الواحد كي يرجع منا واش تعطينا هذه؟ واش تكافئ
ربع ناقص إكس مربع يساوي الصفر. لازم نرجعها على شكل ماذا؟ معادلة. نرجعها على شكل معادلة. هنا واش راك تلاحظ لهنا؟ هنا راهي عندنا أ أو كاري مو بي أو كاري. لازم شوف متطابقات شهيرة يتبعوك بارتو، لازم تحفظهم، لازم تنتبه لهم. علاش عندنا هنا 2 مربع ناقص إكس مربع؟ أو كاري مو بي أو كاري واش تساوي؟ تساوي أ مو بي، أ مو بي بار أ بلس بي. هاي حاجة سهلة، حاجة سهلة. إذا هنا واش تولي لنا؟ هذه تولي لنا 2 ناقص إكس أ مو بي في 2 زائد إكس تساوي الصفر، ومنه الإكس تساوي الإثنان أو الإكس تساوي ناقص 2. أي حلول المعادلة هما ناقص الإثنان والإثنان. في المثال هذا قد طلبوا منا حساب معادلة، حل معادلة أسيت ناقص إكس تساوي الصفر، تساوي الصفر. وكما نعرف باللي أسيت، أسيت مثلا نقول لك أسيت أ أو أسيت U دو إكس أكبر تماما من الصفر، أكبر تماما من الصفر. هنا حلول المعادلة هي أس تساوي المجموعة الخالية، أي مكاش حلول، لأن أسيت ناقص إكس لا تساوي الصفر، هي أكبر تماما من الصفر. لماذا؟ لأن أسية ناقص إكس أكبر تماما من الصفر ولا تساوي الصفر. معناها لو كنت تقول لي كيفاش؟ نرى الناقص إكس هذا وكذا الآخر، لماذا؟ نعطيك مثال، كنا نقول لك 10 قوة ناقص 1 هذه أقل من الصفر. أه؟ ما نقدروش نقولوا باللي هذه قيمة سالبة، باللي هذه 10 قوة ناقص 1 قيمة سالبة. لماذا؟ لأن 10 قوة ناقص 1 واش تساوي؟ تساوي 1 على 10، 1 على 10 أي تساوي 0.1، و 0.1 هو أكبر تماما من الصفر. مثلها مثل هذه كيف كيف، أي هذه واش تساوي؟ أسية ناقص إكس تساوي 1 على أسية إكس. إذا هنا أسية ناقص إكس لا تساوي الصفر، ما تساويهش، أي هنا مكاش حلول في هذا. عندنا كذلك نزيدو نشوفو مثال آخر. عندنا 2 أسية ناقص إكس. تشوفوني نجيب لكم الأمثلة من كل نوع حتى تدرب عليها، يعني أي مثال يمدوه لك في المعادلات تكون على بالك به. يعني جبت كامل أنواع الأمثلة اللي ممكنة. تساوي 4 على ماذا؟ على أسية إكس زائد 1. هنا كيفاش نجو نخدم؟ انتبه مليح. هنا كيفاش ندير؟ هنا لاحظ نضرب الطرفين، لاحظ أنه هذه راهي ماذا؟ راهي على الواحد هكا، على واحد. إذا واش ندير؟ نضرب هكذا طرفين في بعضهم هكذا. واش يحصل عندي؟ إذا واش يولي عندي؟ هذا يكافئ، يكافئ أنه 2 أسية ناقص إكس مضروب في أسية إكس زائد الواحد، يعني هذا يضرب في هذا والربعة تضرب في الواحد اللي راهي في المقام. أي عدد، يعني أي عدد تكتبه كل مقام تاعه واحد، تساوي ماذا؟ تساوي 4. يعني نضربنا في الطرفين باش نتخلص من هذا الأسية إكس زائد واحد في المقام. هنا ما نتخلص منها تصبح لي على شكل معادلة، يعني هنا راه يجينيني هنا، يعني تخلص منها ضربت في الطرفين صبحت على الشكل هذا، هكذا نقدر نريقليها. تولي لي انتبه، نضرب هذه في أسية إكس ومن بعد نضربها في زائد الواحد، تولي لي 2 أسية ناقص إكس في أسية إكس ومن بعد زائد نضربها في الواحد 2 أسية ناقص إكس تساوي 4.
وبعد واش تولي لي؟ تولي لي اثنان أسية ناقص إكس زائد إكس، تولي هكا. نجمع خاصية واش تقول؟ نجمع زائد اثنان أسية ناقص إكس تساوي ماذا؟ الأربعة. هنا لاحظ هنا إكس ناقص إكس تولي أسية صفر لهنا، هذه تولي أسية صفر، يعني تولي لي اثنان أسية الصفر زائد اثنان أسية ناقص إكس تساوي أربعة. شوف عاود شوف كيفاش لحقت هنا باش نتخلص من هذا، ضربت في الطرفين، لاحظ كيفاش جات وراني رجلها غير بالعقل حتى شوف وين راني لاحق. إذن لهنا واش تولي لي؟ هنا تولي أسية صفر تساوي الواحد، إذن تولي لي اثنان في الواحد، يعني اثنان زائد اثنان أسية ناقص إكس تساوي الأربعة، تساوي ماذا؟ الأربعة. لاحظ عندي اثنان، عندي اثنان، عندي أربعة. هنا نتخلص من ماذا؟ نقدر نتخلص من هذا الاثنان، نقدر نتخلص من الاثنان، انتبه نقدر نتخلص منه، تصبح أي نقسم كامل هذا على الاثنان، أي نطرحهم على الاثنان بطرح، أي نتخلص من اثنان بطرح الاثنان، نقص الاثنان. واش تصبح لي؟ هنا تصبح، انتبه مليح، عاود لك هذه هنايا باش تفهم مليح. هنا نتخلص من الاثنان بطرح ماذا؟ اثنان، باش تفهمها مليح. انتبه اثنان ناقص الاثنان تصبح صفر، هذه راحت. هنا اثنان أسية ناقص اثنان تبقى كيما هي، ما عندها حتى علاقة، أي الاثنان اللي راني نحاول نتخلص منها هي هذه وهذه، ماشي هذه، هذه خطياتك، هذه تاع الأسية ما عندك حتى علاقة بها. قبيلة درت هذه وهذه وهذه، هي لا هي هذه وهذه فقط، لأن الاثنان هذه تاع من؟ تاع الأسية. إذن واش تولي عندي؟ انتبه هذا الاثنان وهذه، لماذا؟ حاجة سهلة، لو نجي هكا ونكتب هكا اثنان زائد اثنان أسية ناقص إكس ناقص أربعة تساوي صفر، تو سامبلوم الفالي فار سا، واش تولي لي؟ تولي لي تو سامبلومو اثنان أسية ناقص إكس ناقص اثنان تساوي صفر، ومنه تولي اثنان أسية ناقص إكس تساوي الاثنان، أي أسية ناقص إكس تساوي الاثنان على الاثنان تساوي ماذا؟ تساوي الواحد، تساوي واحد. أنا زدنا صبنا مشكل واحد آخر، يعني هنا صبحت عندي أسية ناقص إكس تساوي الواحد، أيوة تساوي الواحد. واحد واش هو؟ هذه تو سامبلومون أسية ناقص إكس تساوي أسية الصفر. راك تشوف مقبل منا وأنا نخدم حتى هنا باش لحقت للمعادلة اللي راح نخدم بها، يعني هذا كامل وأنا نحسب باش لحقت اللي نحتاجها نخدم بها المعادلة، يعني منا باش لحقت هذه جست كامل هذا الحساب باش لحقت هناك. شوف لازم اون بريباراسيون بور اريفي ا سولا، اون كومونس من هذه، اون بريبار سا بور اريفي ا سولا، يعني باش نوصل الى، يعني هنا هذا واش يكافئ تسمى هنا خلاص الامور راهي سهله، ناقص اكس تساوي ماذا؟ تساوي الصفر، ومنه اكس تساوي الصفر. كيفاش؟ قال لي يقول لي كيفاش ناقص اكس تساوي، لان هنا راهو الناقص واحد،
هنا راهو الناقص واحد اي الاكس تساوي الصفر على الناقص واحد، ومنه تساوي الصفر، معلوم تساوي الصفر، اي حلول المعادلة اس تساوي ماذا؟ تساوي صفر تكور. نشوف مثال اخر، 2 اس ناقص اكس يساوي ماذا؟ يساوي واحد على اس زائد واحد، اس اكس زائد واحد. يعني هذه لاحظ انها تقريب كما المثال اللي جاس. هنا دائما نتخلص من هذه اللي راه المقام هذا، نتخلص من هذا نضرب في الطرفين حتى نتخلص منه، راهو يجينيني هذا، راهو انموجان، دونك جو دو مو ديباراسي دو لوي انموجان. دونك هذا واش يكافئ؟ يكافئ 2 اس موانز اكس مضروبه في اس اكس زائد واحد تساوي الواحد. فوالا نضرب هذه في هذا تولي لنا 2 اس ناقص اكس مضروبه في اس اكس من بعد في الواحد تولي لنا زائد 2 اس ناقص اكس كما درت في التمرين اللي جاز تساوي الواحد، ومنه تولي لي 2 اس ناقص اكس زائد اكس زائد 2 اس ناقص اكس تساوي ماذا؟ تساوي الواحد. هنا يصبح عندي اس الصفر اي تولي اكس ناقص اكس تولي 2 اس الصفر زائد 2 اس ناقص الصفر تساوي ماذا؟ الواحد. 2 في الواحد اس صفر تساوي الواحد، يساوي 2 زائد 2 اس ناقص اكس تساوي الواحد. اي هنايا هذا واش تولي الواحد يجي منا يرجع منا، اذا نرجعها على الشكل هذا، 2 زائد 2 اس ناقص اكس ناقص الواحد تساوي الصفر، ومنه تصبح لنا اي 2 اس ناقص اكس زائد واحد، لان ناقص واحد واثنان تساوي الصفر، اي 2 اس ناقص اكس تساوي ناقص واحد، ومنه اس ناقص اكس تساوي ناقص النصف، تساوي ماذا؟ ناقص النصف. هل هذا ممكن ان اس ناقص اكس تساوي ناقص النصف؟ وكنا شفنا قلت لك باللي اس ناقص اكس اكبر تماما من الصفر، وهذا الناقص النصف هذا راهو اقل تماما من الصفر، اذا هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. اذا اس واش تساوي؟ اس تساوي المجموعة الخالية، ليس لها المعادلة، ليس لها حلول. نواصل الامثلة تاعي، عندي اسية 2 اكس زائد 3 تساوي الصفر، هذا واش يعني؟ هذا يعني ان اسية 2 اكس تساوي ناقص 3، وهذا من المستحيل، هذا من المستحيل. لماذا؟ لان اسية 2 اكس اكبر تماما من الصفر، ما تساويش ناقص 3، والناقص 3 اقل تماما من الصفر. يعني هنا واش نقولوا؟ ان هذه المعادلة، هذه المعادلة لا تقبل، لا تقبل حلولا في R، هذه المعادلة لا تقبل حلولا في R. اذا S يساوي المجموعة الخالية، S يساوي ماذا؟ المجموعة الخالية. نشوفوا مثال اخر، عندنا اسية ناقص 2 اكس زائد 1 ناقص 1 يساوي الصفر، يساوي صفر. هذه واش تعني؟ تعني ان اسية ناقص 2 اكس زائد الواحد يساوي واحد، يساوي واحد. وكما نعرفوا باللي اسية الصفر تساوي الواحد، هذه نعرفوها من قبل، صح.
أي ومنه أسية ناقص 2 إكس زائد الواحد تساوي أسية الصفر. هنا واش نجي ندرس؟ ندرس ناقص 2 إكس زائد واحد تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. ومنه نجد أن إكس يساوي ماذا؟ يساوي النصف في هذه الحالة. إكس يساوي النصف، إذن حلول المعادلة تساوي النصف، اس تساوي النصف. هاك تحليناها في مامبا ثانية. زيد نشوفو مثال آخر. هنا نشوفو متراجحة أسية ناقص 2 إكس ناقص 1 ناقص أسية إكس أقل من الصفر. هذه واش تعني؟ تعني لازم نرجحها على شكل يعني وحدة تروح من هيك، أسية ناقص 2 إكس ناقص 1 أقل تماما من أسية إكس، لأن ناقص ترجع تولي زائد منه. هنا نقدر نخدم تولي ناقص 2 إكس ناقص 1 أقل تماما من الإكس، من الإكس، ومنه الإكس أكبر تماما. لماذا؟ انتبه مليح، لأن كاين عندي الناقص هذا يقلب المتباين، الناقص تاع الاثنان هذاك يقلب تام المتباين، لأن تولي لي ناقص 2 إكس أقل تماما من الواحد، لكن هذا الناقص اللي تشوفيه يقلب المتباين وتولي لي ماذا؟ انتبه مليح معايا، عفوا هنا عندي ناقص، اي ناقص تولي لي شوف ناقص اكس ناقص 2 اكس ناقص اكس ناقص 2 اكس ناقص اكس ناقص الواحد اقل تماما من الصفر. ومنه تولي لي ناقص 3 اكس اقل تماما من الواحد. إذن هنايا هذا الناقص يقلب المتباينة تولي لي إكس أكبر تماما من ناقص من واحد، ناقص واحد على ثلاثة، إكس تولي أكبر تماما من ناقص واحد على ثلاثة. هذا لاحظ أنه يقلب المتباينة، أنه يروح هذا الناقص ثلاثة نرجعوه مليه كامل به بالناقص تاعو يرجع لنا، واللي واحد على ناقص ثلاثة. هذا الناقص اللي وراء الإكس قلنا دائما يقلب المتباينة. إذن الآس مجموعة الحلول هي من ماذا؟ هي من ناقص واحد على ثلاثة، ما هوش داخل في الحساب حتى زائد إلى نهاية، من ناقص واحد على ثلاثة لأن أكبر تماما من ناقص واحد على ثلاثة، حتى لوين؟ حتى زائد لا نهاية. هكذا هذا هو الجواب تاعها. نزيدو نشوفو بعض التمارين أخرى. الآن نبداو في التمارين، بدينا بالساهلين، دوك نبداو نقصحو شوية، يعني نبداو شوية نغزرو في الحالة. يعني كاين تمارين اللي تصيب عليه نجمة، كاين اللي تصيب زوج، كاين اللي ثلاثة، كاين اللي أربعة، حتى الخمسة، يعني حسب لا ديفيكولتي تاعو، يعني صعيب ساهل كذا، يعني نجوم حسب لا ديفيكولتي تاعو، يعني سامبل ديفيسيل بلو ديفيسيل اكسيتيرا. دونك لهنا عندنا حل المعادلة هذه، أسية إكس مربع ناقص 8 تساوي الواحد، تساوي واحد. هذا ماذا يعني؟ قلنا دائما أن أسية هذا يكافئ أن أسية إكس مربع ناقص 8 الواحد. وشن هو؟ قلنا دائما أسية الصفر هي اللي تساوي الواحد، أي تساوي أسية الصفر. أنا اللي همني هنا أني نرجعها، نحتاج هذا اللي من فوق باش نحل المعادلة، هكذا ما عنديش حاجة الفوق، أنا نحتاج هذا أسية أسية، لازم نرجعها على الشكل هذا. هذا وش يكافئ؟ أنه إكس مربع ناقص 8 تساوي الصفر. هنا لاحظ، أي هذا تقدر تخدمه بدلتا، تقدر تخدمه بالطريقة التالية اللي هي لاحظ
يخرج لك نفس الشيء الطريقه التاليه اللي هي احسن، اي اكس مربع يكافي اكس مربع يساوي ماذا؟ يساوي 8. هذا واش يعني؟ يعني ان اكس يساوي جذر 8 او اكس يساوي ناقص جذر 8. احذر، ماشي جذر ناقص 8 ممنوعه، ناقص جذر 8. يعني هنا حاله من زوج، يعني في هذه اكس تساوي جذر 8. جذر 8 واش هو؟ جذر 8 هو 2 في 2 في 2، لربما كاين اللي نساوي هذه، هذه 2 مربع تخرج، اذا يولي اكس يساوي 2 جذر 2 او اكس يساوي ناقص 2 جذر 2. ومنه حلول المعادلة كالتالي: ناقص 2 جذر 2 و 2 جذر 2، هذا هما حلول المعادلة. الآن ثاني طلبوا مني حل المعادلة التالية: أسية 2 إكس زائد 1 ناقص أسية الكل مضروب في أسية إكس ناقص الأسية يساوي الصفر. هذه راهي مكتوبة على الشكل A X أو كاري بلس B X زائد C بلس C، راهي مكتوبة على الشكل هذا. كيفاش؟ لأن هذه نقدر نكتبها أي أسية 2 X هي أسية ماذا؟ أسية الـ X مربعة، هذه تساوي هذه، صح؟ إذن تولي لي أسية الـ X مربع، يعني AX أو كاري أسية الـ X مربع زائد BX، الـ B هي هذه، واحد ناقص الأسية هو الـ B، زائد واحد ناقص أسية في أسية الإكس، في أسية الإكس، والسي هو ناقص أو، ناقص الأو اللي هو سي، تساوي ماذا؟ تساوي الصفر، صح. تبه مليح معايا واش راح ندير. هنا راهي عندي على الشكل أإكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي. أيوا، هنا هذا الأسية إكس نضعها على الشكل التالي، أي نضع ماذا؟ نضع إكس الكبيرة اللي قريتها في الدوزياماني، قريت هذا النوع تساوي أسية الإكس، يعني هذه أسية الإكس نديرها إكس الكبيرة. يعني حاب يقول كيفاش راح نخدم؟ انتبه، يعني هذا الأسية الإكس في بلاصتها واش نخدم؟ ندير أسية الكبيرة، ها هي أسية الكبيرة في بلاصة الإكس، ها هي تولي لي إكس مربع زائد واحد ناقص أسية إكس ناقص الأو، يعني تولي على الشكل هذا. هذا وهذه الخدمة اللي خدمتها، لاحظ. إذن هنا هذا واش يكافئ؟ يكافئ هكذا الخدمة تكون، انتبه مليح، إكس الكبيرة مربع ناقص واحد ناقص أو، إكس الكبيرة ناقص الأو يساوي ماذا؟ الصفر. أي بوضع إكس الكبيرة، أنت هكا تكتب في البروبر هذه في المسودة، تساوي أسية إكس، يعني هذا تعني هكذا تخدمها هكذا، هذه تساوي هكذا، مع العلم أن إكس الكبيرة تكون أكبر تماما من الصفر. لماذا؟ لأنها تساوي أسية الإكس. دونك نجي نختم خدمتي. هنا واش راح ندير؟ هنا ندير الدلتا المميز، لأني عندي كثير حدود من درجة ثانية أو ثلاثي حد من درجة ثانية، ثلاثي حد لو تخي نوم، ثلاثي حد، ثلاثي تخي نوم، تخي نوم، باش تتعلم العام الجاي إن شاء الله كي تروح للجامعة وتبدأ الرياضيات بالفرنسي تتعلم، لازم لك تتعلم هذا الأمور إن شاء الله. إذن عندنا دلتا لو ديسكريمينو، عندنا دلتا يساوي ب مربع ناقص 4AC تساوي ماذا؟ البي مربع شكون هي؟ واحد ناقص او، واحد ناقص او،
أي واحد ناقص أو مربع ناقص ربعة. الأ شكون؟ الأ هو واحد، ما كاش هو واحد راهو لهنا، مضروبة في واحد مضروبة في السي. السي شكون هو؟ ناقص الأو، ها هو ناقص الأو مضروبة في ناقص أو. هنا يبدأت الخدمة. عندنا هنا لاحظ هنا أ موان بي أو كاري، هنا عندنا على شكل أ موان بي أو كاري أو كاري. إذن أ موان بي أو كاري واش تساوي؟ تساوي أ أو كاري موان دو أ بي بلوس بي أو كاري. إذن هذه نخدمها تساوي أ أو كاري اللي هو واحد موان دو أ بي، يعني اثنين في واحد في الأو، يعني اثنين أو بلوس بي أو كاري اللي هو أو بلوس أو أو كاري. هنا عندنا ناقص ربعة في الواحد تولي ناقص ربعة، في الناقص أو تولي زائد ربعة أو، زائد ربعة أو تو سامبلوم. تولينا لهنا، انتبه معايا مليح كيفاش راح ترجع هذه. نجو ننظمو هذه. عندنا أسية، أسية مربع، ومن بعد الأسية ناقص ربعة أسية زائد ربعة أسية تعطينا تولينا اثنان زائد اثنان الأسية، ويبقى لنا الواحد هذا زائد واحد. هذه اللي كتشوف فيها راهي على الشكل ماذا؟ راهي على الشكل أ أو كاري بلوس دو أ بي بلوس بي أو كاري، أي تساوي أ بلوس بي أو كاري، تساوي أ بلوس بي أو كاري. إذن لهنا الأ شكون هو؟ أ أو كاري اللي هو الأو، إذن تولي أو البي أو كاري هو واحد، واحد أو كاري هو واحد، زائد واحد الكل أو كاري. أسية مادام راهي هي بحد ذاتها أكبر من صفر وتزيد لها واحد تولي أكبر من صفر، وتزيد تربحها تولي أكبر من صفر. إذن هنا الدالتا لو ديسكريمينون تاعي هو أكبر تماما من ماذا؟ من الصفر، أكبر من الصفر. إذن هنا المعادلة تقبل حلين متميزين، معادلة تقبل ماذا؟ حلين. مادام معادلة تقبل حلين إذن وسط دالتا أكبر من الصفر، إذن معادلة تقبل حلين. نجي نحسب إكس الكبيرة واحد، مادام راني نخدم بإكس الكبيرة ما نديرش إكس صغيرة لهنا، إكس كبيرة تساوي ماذا؟ ناقص بي ناقص جذر دالتا على اثنين أ، على اثنان أ تساوي ماذا؟ عفوا اثنان أ تساوي ناقص بي، أي ناقص البي هو واحد ناقص أ، واحد ناقص أ ناقص جذر دالتا. جذر دالتا هو جذر ماذا؟ دالتا وسطها، هو سطها أ زائد واحد الكل مربع على ماذا؟ على اثنان أ، أي اثنان الأ هو واحد، تساوي ناقص، أي نحي الأقواس هذو، ناقص واحد زائد أ ناقص هذه مادام راهي مربع تحت الجذر تخرج تولي ناقص أ زائد واحد، تخرج من تحت الجذر على اثنان، على اثنان. ومنه واش تساوي؟ تساوي ناقص واحد زائد أ ناقص، احذر الناقص هذا، احذر ناقص أ ناقص واحد على ماذا؟ على اثنان زائد أ ناقص أ راحوا، تساوي ناقص اثنان على اثنان، ومنه تساوي ناقص واحد، أي إكس واحد صدها تساوي ناقص واحد. الآن واش نجي ندير؟ نحسب إكس اثنين، صح، نحسب ماذا؟ إكس اثنان تساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على اثنين أ، على اثنين أ، أي تساوي ناقص البي اللي هو واحد ناقص أسية زائد جذر كيما درنا من قبل، أسية زائد واحد الكل مربع على اثنان في واحد، أي تساوي كما ختمنا من قبيل ناقص واحد زائد
او زائد أسية زائد واحد على اثنان، تخرج هكا على اثنان، ومنه تساوي اثنان او، لان الناقص واحد وزائد واحد راح، على اثنان، والاثنان مع الاثنان تروح تساوي لنا ماذا؟ تساوي او، تساوي او. لاحظ هنا الاكس وصبنا، اكس صبناها اي تساوي ناقص واحد، والاكس صبناها او اكس تساوي او. لاحظ مليح لهنا، ناقص واحد اقل من تماما من الصفر، وهذا غير مسموح به، لان في الاول كنا قلنا اكس اكبر تماما من الصفر، لان الاكس درناها باللي تساوي أسية اكس. اذا هذا ما ندهش، هذا لا ناخذه، ما يساعدناش، هذا ما يساعدناش. الاكس ماذا تساوي الاكس في هذه الحاله؟ الاكس تساوي ألان اكس كبيره، ألان اكس اتعلم هذه الطرق، ألان اكس كبيره حيث اكس اكبر تماما من ماذا؟ من الصفر، حيث اكس اكبر تماما من الصفر. اذا ناخذ هذه اكس اثنان، لا ناخذ الاولى، ناخذ اكس اثنان. هذا ماذا يكافئ؟ يكافئ أنه إكس تساوي ماذا؟ تساوي ألان أو، ألان أو. لماذا؟ لأن الإكس الكبيرة صبناها تساوي أو. أعرف كيفاش تخدم، أي انتبه، إكس تساوي ألان أو. لماذا؟ لأن إكس تساوي، دائما دير مع الآخر، إكس تساوي ألان إكس كبيرة، ألان إكس كبيرة حيث إكس أكبر حيث عفوا هنا اكس كبيره، اكس كبيره اكبر تماما من الصفر. اذا الاكس تساوي ألان او، هذا يعني ان اكس تساوي ماذا؟ ألان أسية واحد، لان ألان او هي ألان أسية واحد. هذا واش يكافئ؟ يكافئ انه الاكس تساوي ماذا؟ تساوي واحد، تساوي واحد. يعني كون نقول ألان أسية أ، إكس تساوي ألان أسية أ، إكس تساوي أ. إذن لهنا الحلول هما إكس، حلول المعادلة أس يساوي الواحد، ها هي أس يساوي واحد. شوف يا بني، يا بنياتي، كي يكون الفيديو طويل بزاف في الرياضيات، ننصحك انك مراجعة الرياضيات ما ديباسيش ساعة، اونور، اونور، راجع الرياضيات ما ديباسيش ساعة. الفيديو ان شاء الله فيه 6 سوايع، فيه 8 سوايع، كاين بعض الاساتذة جزاهم الله كل خير دايرين فيديوهات في الرياضيات، ادعو لهم ربي ان شاء الله، الناس راهي تجتهد ودير في ال، والله يدير فيه 6 ساعات، 6 و 6 و 8، يعني راهو تعبه دارهم دوك 6 ساعات، يعني هكا ديريكت هما 6 ساعات. يعني الاستاذ هذاك ربي يجازيه كل خير، سواء الاساتذه اللي داروا في الدي فيديو في الرياضيات ولا في العلوم الفيزيائيه الى اخره، ربي يجازيهم كل خير، هذا لوجه الله، يعني ربي هو يجازيهم. انت الفيديو اذا كان فيه 6 ساعات مش شرط تحل الفيديو لازم 6 ساعات، انا ننصحك ما ديباسيش ساعة. الفيديو راه يمشي، مثلا كحل الفيديو راه يمشي، راه يمشي، راه يمشي، راه يمشي، يمشي، لحقت وين ساعة، هنا لحقت ساعة اونور، حبس الفيديو، اشفى وين توقفت، ولا تعبت سيدي، تعبت مثلا ساعة غير ربع كذا، مهم ما ديباسيش ساعة، حبس الفيديو، سجل اكوتي وين حبست، قال نسجل في ورقه وين حبست، نعاود نروح نخرج ريبوزي، ريح شويه، بوم ماشي تريح ساعتين، ريح شويه ديك تراجع، عاود ارجع للفيديو منين حبست وكمل راك تراجع. كيف كيف كي تقرب ساعه، يعني ما ديباسي الساعه الرياضيات في المراجعه، ننصحك اذا ديباسيت ساعه ديريكتومون راك رايح تساتيرا، راح تساتيرا وسيبا، يصرى لك ان سيرموناج،
يلزم لك ساعة وتروبوزي. هذه مشي أنا اللي قلتها، قالوها الناس عندهم خبرة في هذا الميدان. نشوفوا الآن متراجح، كنا حسبنا معادلة بإكس كبيرة فيما سابق، يعني شفنا على شكل كثير حدود من درجة ثانية، إذا كل شوفوا متراجحة رجعوها كيف كيف كما حسبنا المعادلة إكس الكبيرة. لاحظ معي هذه كيفاش ترجع، هذه تولي أسية 2 إكس، هذا الناقص أسية إكس يولي زائد أسية إكس، واثنين تولي ناقص اثنان أقل أو يساوي الصفر. هنا نضع كما درنا في المعادلة بوضع هاي، لماذا؟ لأن عندنا، لاحظ لنا واش عندي، عندي من الدرجة الثانية أي كثير حدود من درجة ثانية AX كاري بلس BX بلس C تو سامبلوم، ها هو AX كاري بلس BX بلس C، يعني هذه نقدر نكتبه على شكل أسية X مربع زائد أسية X ناقص اثنان أقل أو يساوي الصفر. يعني هنا بوضع الX الكبيرة تساوي ماذا؟ تساوي أسية X، واش تصبح لهذه؟ هذه تصبح على الشكل هذا، يعني تصبح X الكبيرة زائد X الكبيرة، X كبيرة مربع زائد X كبيرة ناقص اثنان أقل أو يساوي الصفر. هكذا يعني رجحك شو المعادلة، عبارة جبرية أو كثير حدود من درجة ثانية أو ثلاثي حد من درجة ثانية. الآن واش نجي نخدم، نخدم الدالتا، هنا نخدم الدالتا، نجي نحسب الديسكريمينو أي المميز دالتا. المميز دالتا واش يساوي؟ يساوي دالتا يساوي ب مربع ب مربع ناقص 4 ا سي يساوي البي، واش هو؟ هو واحد واحد، عندنا واحد واحد مربع ناقص 4 في ال ا، شكون ا؟ واحد واحد في ماذا؟ السي اللي هي ناقص 2، ناقص 2 دائما ديرها هكذا بين قوسين، اي تصبح تساوي واحد مربع هو واحد ناقص 4 في الواحد ناقص 4 في الناقص 2 اي زائد 8، ومنه يساوي ماذا؟ يساوي 9. اذا دلتا صوتها تساوي 9، اذا ومنه دلتا اكبر من الصفر، اذا تقبل حلين دلتا، واش دير؟ تقبل حلين. نجي نحسب اكس الكبيره 1 واش تساوي؟ تساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على ماذا؟ على 2 ا تساوي ماذا؟ ناقص ب اللي هي ناقص واحد زائد جذر دالتا أي جذر 9، جذر 9 على 2 في الأرض هو 1. يعني هنا تولي لي ناقص واحد، انتبه، ناقص واحد وزائد 3 تولي لي، قلنا تولي تساوي ناقص واحد زائد 3 على 2، ومنه تولي تساوي 2 على 2 أي تساوي الواحد، أي إكس كبيرة واحد صبناها تساوي واحد. نجو نحسبو إكس كبيرة 2 تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ب ناقص جذر دالتا على 2 أ على 2 أ تساوي ناقص واحد ناقص جذر 9 على 2 في الواحد، ومنه واش تساوي؟ تساوي ناقص واحد ناقص جذر 9 اللي هو 3 على ماذا؟ على 2 أي تساوي ناقص 4 على 2، ومنه تصبح تساوي ماذا؟ تساوي أي تساوي ناقص 2، تساوي ماذا؟ ناقص 2. صوت إكس كبيرة 2 تساوي ناقص 2. هنا لاحظ صمنا إكس واحد تساوي واحد أي أو إكس اثنين تساوي ناقص 2. لما لاحظ مليح معايا، تبع مليح معايا واش راني نحكي دركا.
لما يعني كيفاش تعرف كيفاش تتكلم كيفاش تكتب لما اكس يساوي ناقص اثنان هذه كيفاش تكتبها في البروبر تعني ماذا تعني لازم تشرح له لازم تحكي له علاش ما ديتش هذه تعني السيد اكس اقل او يساوي ناقص اثنان هكذا واش تعني هذا المتراجحة لا تقبل حلولا في ار ما تقبلش لماذا لان لاحظ مادام هنا درنا اسيت اكس اكس كبيره تساوي اسيت اكس وهنا ناقص اثنان اذن هنا من مستحيل لان اسيت اكس اكبر تماما من الصفر هنا راهي تساوي ناقص اثنان يعني هذه المتراجحة لا تقبل حلولا في ار يعني تحكي له ليا علاش ما ديتهاش لا تقبل حلولا في ار والاسيه اكس نعرفها باللي هي كبيره على يعني اكبر تماما من الصفر ولما اكس الكبيره تساوي هنا اقل او يساوي الاثنان النقص اثنان شو هنا درتها وهنا سهو درت تساوي ثاني هذا السهو هذا في الرياضيات يحدث الانسان عندما يتعب لاني مقبل نسجل في الفيديو هكا المباشر ديريكتومون تعبت يحدث لك هذا السهو وهذا خطا فاضح هذا رد بالك منه هذا السهو هذا كي تتعب لازم دائما تروح تريح انا نكمل هذا التمرين نروح الرياح ومن بعد نعاود نولي ان شاء الله نكمل التسجيل تاع الفيديو يعني هنا لما لاحظ اكس يكون اكبر تماما ماشي اقل او يساوي يكون ماذا يكون اكبر او يساوي الواحد لماذا ربما كان يقول لي علاش هنا درت اكس كبيره اقل او يساوي ناقص اثنان وهنا اكس كبيره اكبر او يساوي الواحد دونك نجي فهمك علاش لاحظ هنا وصلنا اكس كبيره تساوي واحد وهنا اكس كبيره تساوي ناقص واحد هذا ماذا يعني ان اكس يعني اكس زائد اثنان اي مضروبه في اكس كبيره ناقص واحد هذا ينقلب هنا لداخل اقل او يساوي صفر هذه تعطينا هذه ومنه اكس الكبيره تولي اقل او يساوي ناقص اثنان واكس الكبيره اكبر لان عندنا الناقص الواحد هذا كيروح ملي اكبر او يساوي الواحد اكبر او يساوي الواحد لان الناقص واحد لاحظ عندنا اكس ناقص مثلا ناقص واحد اقل او يساوي الصفر تقدر تكون على الشكل ناقص واحد اقل او يساوي ناقص اكس هكذا من هذا هنا هذا الاخر يقلب لنا المتباين هذاك الناقص واش يدير يقلب لنا المتباين وتصبح لنا اكس كبيره اكبر او يساوي الواحد إذن هذا وش تعني هذا يعني ماذا يعني أن أسية إكس أكبر أو يساوي الواحد يعني أسية إكس تكون أكبر أو يساوي الواحد أي ماذا أي أسية هذا وش يعني أسية إكس أكبر أو يساوي أسية الصفر لأن الواحد هو ماذا هو أسية الصفر ومنه باش نخدم هنا نخدم بهذه اكس اكبر او يساوي الصفر يعني هاني لحقت وين رايح نخدم اذن ها هي وسط ديجا هي واجده اذن مجموعه حلول المتراجحه وشن هي اس تساوي مين من الصفر حتى الوين حتى زائد لا نهايه كملوا مع المعادلة هذه أي أسية إكس زائد واحد ناقص أسية اثنين على إكس
تساوي الصفر. الآن حاول وقف الفيديو بعد ما درنا عدة أمثلة. الآن جاء الوقت وين وقف الفيديو، حل هذه المعادلة وحدك في مسودة ومن بعد شوف الحل. إذن لهنا واش تولينا؟ هذه تولينا هكذا أسية ترجحها هكذا، أسية زائد أسية إكس زائد واحد تساوي أسية اثنين على إكس، زم رجحها على هكذا. هنايا نقدر ندرس هذه تولينا إكس زائد واحد يساوي اثنان على إكس، نضرب طرفين هنا باش نتخلص من هذا الإكس اللي راه هنا، نضرب طرفين بعضهم بعض، يعني عندنا واحد هنا عندنا واحد. إذا هنا واش تعطينا؟ تولينا إكس، تولينا إكس مربع يعني إكس زائد واحد مضروبة في الإكس تساوي اثنان، ومنه تولينا إكس مربع زائد إكس تساوي ماذا؟ تساوي اثنان، أي تصبح عندي ماذا؟ تصبح عندي إكس مربع زائد إكس ناقص الاثنان تساوي ماذا؟ تساوي الصفر، تساوي الصفر. ومنه لاحظ معي هنا أو عندي كثير حدود من درجة ثانية، أي نحسب دلتا، دلتا تساوي ب مربع ناقص 4 أسي، أي تساوي ب مربع وشن هو؟ هو واحد، واحد مربع ناقص 4 في الآل آ هو واحد، في السي اللي هو ناقص الاثنان. إذا أي تصبح تساوي ماذا؟ واحد مربع واحد ناقص 4 زائد 8 صافي تساوي 9. إذا لهنا عندنا دلتا أكبر من صفر، ومنه دلتا يقبل حلين، أي المعادلة تقبل حلين متميزين. عندنا نحسب الإكس واحد، إكس واحد يساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، 2 أ أي يساوي ناقص واحد ناقص جذر 9 على 2 في الأ اللي هي واحد في الواحد، ومنه يساوي ناقص واحد ناقص 3 على 2 أي يساوي ناقص 4 على 2 أي يساوي ناقص 2، ناقص 2. نكمل مع إكس، 2 تساوي ماذا؟ ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ أي تساوي ناقص 1 زائد جذر 9 على ماذا؟ على 2، ومنه تساوي ناقص 1 زائد 3 على ماذا؟ على 2 أي تساوي 2 على 2 تساوي ماذا؟ 1، يعني صبنا إكس 1 تساوي ناقص 2 وصبنا إكس 2 تساوي الواحد. ومنه ومنه هذا سهل، ومنه اس تساوي الواحد اي عفوا الناقص اثنان والواحد، هكذا ناقص اثنان والواحد. يعني لربما كثرت من الامثله باش كل مره يطيح لك مثال من نوع، كل مره مثال من نوع حتى تدرب عليهم كامل، يعني كامل لي زاستيس، كامل لي بروبابيليتي تاع الاحتمالات الممكن تطيح تاع المعادلات والمتراجعات. اذا الان شوف هذا، نحل هذه المعادله. عندنا اسيه 2 اكس زائد اسيه 1 ناقص 2 اكس ناقص اسيه زائد 1 يساوي الصفر. لاحظ لهنا في هذه، في هذه هذه واش تساوي؟ هذه بحد ذاتها تساوي ماذا؟ أي أسية واحد ناقص 2 إكس واش تساوي؟ تساوي أن أسية واحد في أسية ناقص 2 إكس، يعني نطبق الخاصية رقم واحد، أسية واحد في، ومنه نكتبها على الشكل
أسية 2x زائد أسية، أي أسية واحد هي أسية، في أسية ناقص 2x ناقص أسية زائد واحد يساوي صفر، تبعني غير بالعقل، أي تصبح تساوي أسية 2x زائد الأسية مضروبة في واحد على أسية 2x. طبق الخواص، لاحظ أسية، لأنه أسية ناقص 2x تساوي واحد على أسية 2x، ناقص الأسية زائد واحد تساوي الصفر. أيوة، هنا واش ندير هنا يا نوحد المقامات، نوحد المقامات، نجي نوحد المقامات. إذن لاحظ واش عندي، لازم كامل يكونوا على أسية 2x، يعني لازم كامل نضربهم في 2 أسية 2x. عندي الأولى اللي هي أسية 2x مضروبة في أسية 2x على أسية 2x اللي هي هذه، صح؟ نجي لهذه درك، زائد أسية زائد الأسية، لاحظ هنا مكان لها هذه نوحد لها المقامات، لأن أسية راهي مضروبة في واحد على أسية 2x، إن المقام هذا تاعها تولي أسية على أسية 2x، هنا راهي مضروب تنضرب في الواحد، ومنه هذه نوحد لها المقام تولي لنا ناقص ماذا؟ ناقص هنا واش تولي؟ يعني هذه تولي على شكل أسية زائد واحد مضروبة في ماذا؟ في أسية 2x، يعني هذا ينضرب في هذا ومن بعد ينضرب في هذا، أي تولي لنا أسية، الأسية مضروبة في أسية 2x ومن بعد زائد، بوش كاين زائد بيناتهم، زائد أسية أي الواحد مضروب في أسية 2x على ماذا؟ على أسية 2x، كامل على أسية 2x تساوي الصفر. نورمال مفهمت كيفاش وحدت المقامات. ومنه تصبح عندي أسية 2x في أسية 2x، أي 2 تولي أسية 2x زائد أسية 2x تساوي أسية ماذا؟ أسية 4x زائد أسية ناقص الأسية في أسية 2x زائد أسية 2x، هذا كامل على أسية 2x يساوي ماذا؟ يساوي الصفر، يساوي صفر. انتبه معي هنا، لاحظ أنه هذه وهذه عندهم ماذا؟ عندهم عامل مشترك، هذا شوف معي مليح، هذه عندهم عامل مشترك اللي هو أسية 2x، يعني هذه راح ترجع لنا على الشكل التالي، ترجع لنا أي أسية، خلوا الناقص هذا كله نخليه كما راهو هنايا في بلاصتو، تولي لنا أسية 2x مضروبة في أسية زائد واحد، أسية زائد واحد. إذا نكتبها هكذا، ترجع لي أسية 4x زائد الأسية ومن بعد ناقص ناقص أسية، لاحظ أي أسية أس زائد واحد مضروبة في أسية 2x، مضروبة في أسية 2x تساوي الصفر. هذه اللي راك تشوف فيها هنا نجي ننظمها، يعني الـ x وحدها هكذا، لاحظ هنا باللي أسية 4x واش تولي لنا؟ هذه راح ترجع هكذا، هذه هي أسية
إكس مربع. يعني طب الخاصية واش تقول؟ هذه كيضرب هذا 2 إكس في، يعني هذا واش تساوي؟ تساوي أسية، لاحظ لو لا ربما خرجت عن نطاق التسجيل تاع الفيديو ونجيبها لهنا، أي هذيك أسية 4 إكس تساوي ماذا؟ تساوي أسية 2 إكس الكل مربع. انتبه معي، لأننا نضرب 2 في 2 إكس تساوي 4 إكس، يعني هذه تصبح هكذا. ومنه واش تولي لي؟ تولي لي أسية هكذا، أسية 2 إكس الكل مربع. انتبه معي تو دوسمون، ما تنساش لهنا، ما ننساوش هذيك المقام اللي هو أسية 2 إكس، ما ننساوش هنا المقام. إذا زائد ماذا أو ناقص؟ تصبح لي ناقص، لأن الإكس نجيبها واحدة، من نجيبها ننظم الحالة، ننظم برك هذه نرجعها هنا والأو نرجعها من، ناقص أسية زائد واحد مضروبة في أسية 2 إكس زائد أو، زائد أو تساوي ماذا؟ تساوي الصفر، الصفر على ماذا؟ على أسية 2 إكس. هنا حتى نتخلص من هذا في المقام نضرب ماذا؟ أي ضرب، هنا يحصل فيها ضرب الطرفين، أي ضرب الطرفين، ضرب الطرفين يعني هنا راهو الصفر راهو على واحد هنا، يعني هذه تنضرب في الواحد وهذه تنضرب في الصفر. واش تخرج عندي؟ واش يخرج عندي كي نضرب هذه في الواحد وهذيك في الصفر؟ يعني هنا باش نتخلص من المقام، أي تصبح عندي أسية 2 إكس، لاحظ أسية 2 إكس مربع ناقص أسية زائد واحد، لأن هذه ضربتها في الواحد تبقى كما راهي، أسية 2 إكس زائد أو تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. هذه ألا تلاحظ أنها على الشكل أ إكس أو كاري بلس بي إكس بلس سي تساوي الصفر، أي كثير حدود من الدرجة الثانية. كما تعودت نضع ماذا؟ هنا نضع إكس الكبيرة تساوي أسية 2 إكس، إكس الكبيرة تساوي أسية 2 إكس، أي واش تصبح لي؟ تصبح كالتالي، تصبح هكذا، إكس مربع ناقص أسية زائد واحد إكس الكبيرة زائد أو تساوي الصفر. هنا واش نجي نحسب؟ نجي نحسب لو ديسكريمينو دلتا، دلتا واش يساوي؟ دلتا يساوي قلنا دلتا يساوي بي مربع ناقص 4 أسي، بي مربع ناقص 4 أسي، ومنه يساوي البي مربع هو أو زائد واحد، يعني أو زائد واحد مربع ناقص 4 في الواحد اللي هو الأ في الأو اللي هي السي يساوي ماذا؟ يساوي هنا أ بلس بي أو كاري، هنا راهي عندي أ بلس بي أو كاري، إذن يساوي أو مربع أ أو كاري بلس دو أ بي، 2 في 1 في أو تولي 2 أو بلس بي أو كاري اللي هو الواحد مربع. إذن هنا انتبه كيفاش راح نخدموها، ومن بعد ناقص 4 في الواحد او ناقص 4 او ناقص 4 او، ومنه تصبح تساوي اس مربع، الاسيه مربع زائد
أو زائد ربع أو ناقص ربع أو تولي ناقص اثنين أو زائد الواحد زائد ماذا؟ الواحد. أي هنا لاحظ أنها على الشكل أ أو كاري مو دو أ بي بلوس أ. إذن هذه تصبح أنها تساوي أ أو كاري، أي هذه واش تساوي أ بلوس بي أ مو بي أو كاري. هذه باش تكون، باش تكون في الصورة أنها تساوي أ مو بي أو كاري. إذن هنا تصبح أنها تساوي أ اللي هو الأو أو مو البي اللي هو الواحد أو كاري، ها هي دلتا، ها هي قيمة دلتا. نجو نحسبو هنا إكس كبيرة واحد تساوي ماذا؟ إكس الكبيرة واحد تساوي موان بي بلوس راسين كاري دو دلتا على ماذا؟ على اثنين أ، على اثنين أ. ومنهم تساوي موان بي صافو دير البي شحال عندنا لهنا؟ هنا تولي عندنا موان بي، أي باسكو بي هو موان أسية زائد واحد، يعني كامل هذه هنا يديت أسية زائد واحد مربع، لأن ناقص الأسية زائد واحد مربع ولا الأسية زائد واحد مربع سي كيف كيف، عندنا هنا موان أي تولينا ذاك الناقص مكله نديروه لهنا، أي تولينا موان بي تولينا أسية زائد واحد، لأن تولي موان بي أي تولي على شكل موان ومن بعد موان أسية زائد واحد، ومنه تساوي أسية زائد واحد تو سامبل مو هكذا. هنا كيف كيف ما ديتش هنا نديرو موان، يعني هذه هنايا تولي موان أي أسية زائد واحد الكل مربع، هي كيف كيف أسية زائد واحد مربع لأن تخرج نفس النتيجة. نوضح لك الأمور مليح، أي موان بي تصبح أن موان أي زائد هذا تصبح زائد جذر دلتا اللي هو أس ناقص واحد، أسية ناقص واحد مربع على ماذا؟ على اثنان في الواحد اللي هو الأ. ومنه تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا أسية زائد واحد زائد هذه تخرج من تحت الجذر أسية ناقص واحد على اثنان زائد واحد ناقص واحد راح، أي تساوي ماذا؟ تساوي لنا اثنين أسية على اثنان، هذا الاثنان مع الاثنان يروح يساوي الأسية، أي إكس واحد صبناه يساوي الأسية. دونك نجو نحسبو إكس الكبيرة اثنان تساوي، أي تساوي ناقص بي ناقص بي ناقص جذر دالتا على اثنان أ، أي ماذا تساوي؟ ناقص ناقص بي أي تساوي أسية زائد واحد ناقص جذر أسية ناقص واحد الكل مربع على اثنان في واحد اللي هو الأ، تساوي لنا الأسية زائد واحد ناقص الأسية ناقص واحد، أي خرجناها هنا تحت الآخر. لاحظ هنا خليناها بين قوسين، انتبه عندنا هذا الناقص احذر منه، هذا الناقص احذر منه وبالك يغلطك، أن الناقص هذه تحطها بين قوسين على اثنان، أي تولي لي أسية زائد واحد ناقص الأسية زائد الواحد على اثنان، أسية راحت مع الأسية تصبح تساوي اثنان على اثنان ومنه تساوي واحد. هنا واش نجي نكتب؟ عندي حالتين، أي أسية إكس كبيرة واحد تساوي أسية أو إكس كبيرة واحد اثنان تساوي الواحد.
هنا واش كيف تجي تكتب؟ تقول لما اكس الكبيره تساوي 1، يعني هنا القيم نديهم للزوج لانهم اكبر تماما من الصفر. اي ماذا؟ اي ان اسيه، لان اس اكس كبيره تساوي اسيه 2 اكس، اي اسيه 2 اكس تساوي 1، ومنه يعني هذا ان اسيه 2 اكس الواحد وش يساوي؟ تساوي اسيه الصفر، تساوي اسيه الصفر. إذن هنا عندي هنا حل معادلة، هنا أني لحقت حل معادلة، ومنه 2 إكس يساوي الصفر، أي إكس تساوي ماذا؟ أي الصفر على 2 تساوي الصفر، هذه وحدة. أو يعني لما إكس كبيرة تساوي 1، أو تعلم كيفاش تكتب هذه العبارات، أو إكس كبيرة تساوي أسية، أي ماذا؟ أي أسية 2 إكس تساوي ماذا؟ تساوي أسية، وهنا أسية راهي أس واحد، أي واحد نحتاج هذا الواحد، هنا أسية 1، أي ماذا؟ هنا 2 إكس تساوي الواحد، ومنه إكس ماذا تساوي؟ تساوي النصف. إكس تساوي النصف. إذن حلول المعادلة، ومنه أس واش تساوي؟ تساوي الصفر والنصف، صفر وماذا؟ والنصف. شوفوا كذلك معادلة أخرى، أي أسية إكس زائد 3 تساوي 28 في أسية ناقص إكس. هذه جو رجعوا هذيك 28 منا، 28 باش ترجعوا على شكل معادلة، أي تولي لنا أسية إكس ناقص 28 أسية ناقص إكس زائد 3 تساوي الصفر، هكذا رجعت على شكل معادلة أي تساوي الصفر. ومنه هذه واش تصبح لنا؟ تصبح لنا أسية إكس ناقص 28 في ماذا؟ في 1، أي أسية ناقص إكس واش هي؟ قلنا دائما أسية ناقص إكس تساوي 1 على أسية إكس، هذه دائما سي بون، هذه خلاص لازم تزرعها في راسك. أسية إكس زائد 3 تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. هنا نوحد المقامات هذه وتاع الثلاثة. هنا واش تولي لنا؟ أي أسية إكس في أسية إكس تولي لنا أسية 2 إكس، لأن تولي أسية هكذا، أسية إكس في أسية إكس تساوي أسية إكس زائد إكس تولي تساوي أسية 2 إكس. هذا الأمور ما نزيدوش نعاودوهم، سي بون، هذو خلاص. إذن هنا تولي لنا أسية 2 إكس ناقص هذاك 28 ضرب في الواحد، يعاود يرجع لبلاصتو، 28 في الواحد أي كذا سي بون، زائد 3 تنضرب ثاني في أسية إكس، 3 أسية إكس كامل على من؟ على أسية إكس تساوي ماذا؟ تساوي الصفر، تساوي الصفر. حتى نتخلص يعني جو مو ديباراس من هذا اللي راي في المقام، نضرب في الطرفين، هذه تنضرب في الصفر وهذه تنضرب في ماذا؟ في الواحد اللي هو تحت الصفر، نتخلص من هذا الشيء. واش ندير انا؟ تخرج لي اسيه 2 اكس زائد ننظمهم زائد 3 اسيه اكس ناقص 28 تساوي الصفر، تساوي ماذا؟ الصفر. هنا راني صدت روحي امام كثير حدود من درجة ثانية، أي هنا صدت روحي أمام أ إكس أو كاري بلس بي إكس موان سي يتيكال أزيرو. هنا لازم لي هنا نخدم إكس الكبيرة، هنا بوضع إكس الكبيرة تساوي أسية إكس، هنا واش تولي لي؟ هذه واش ترجع؟ ترجع على الشكل التالي،
تولي هنا، لان علاش هذه اسيه 2 اكس، انتبه اسيه 2 اكس تساوي اسيه اكس مربع مربع. هنا ترجع لي تولي هنا اكس مربع زائد 3، اي اكس كبيره مربع زائد 3 اكس كبيره ناقص 28 تساوي الصفر. نخدم بهذه درك، هنا نخدم بماذا؟ بالدالتا. قلنا دائما الدالتا تساوي ماذا؟ تساوي بمربع بمربع ناقص 4 اسي ناقص 4 اسي، اي تساوي البي مربع وشن هو؟ بي هو 3، اي 3 مربع 3 مربع ناقص 4 في الا هو 1 في السي اللي هي ناقص 28 ناقص 28. نحسبوا 3 مربع 9 ناقص 4 ناقص 28 صافي، تعطينا ناقص ناقص زائد تعطينا 121، تعطينا 121 صح. دالتا اذا تساوي 121. نجي نحسب اكس الكبيره 1 تساوي ماذا؟ اي تساوي ناقص ب زائد جذر دالتا. هذو بالعاني راني نعاود فيهم باش تحفظهم، تحفظهم معايا، على 2 ا تساوي ماذا؟ اي تساوي لنا ناقص 3 زائد جذر 121 على 2 في الواحد تساوي ناقص 3 جذر، باش تكون في الصورة انه جذر 121 يساوي ماذا؟ يساوي 11، 11 و 11 هي 121 زائد 11 على 2 اي ناقص 3 وزائد 11 تولي لنا 8 على 2 ومنه تساوي ماذا؟ تساوي 4. نجي الآن نحسب اكس الكبيرة 2، 2 تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ب ناقص ب ناقص جذر دالتا على ماذا؟ على 2 اي تساوي ناقص 3 ناقص جذر 121 على 2 في الواحد اي تساوي ناقص 3 ناقص 11 على ماذا؟ على 2 اي تساوي 14 على اي ناقص عفوا 14 على 2 تساوي ناقص 7. هنا لاحظ اكس كبيره تساوي 4 او تساوي ناقص 7. هنا واش تكتب له؟ لما اكس الكبيره تساوي ناقص 7 اي واش يعني؟ اي اسيه، مادام اسيه اكس تساوي الاكس كبيره تساوي اسيه اكس، اي واش مقصود به؟ ان اسيه اكس تساوي ناقص 7 ناقص 7، وهذا مرفوض، هذا الشيء مرفوض مرفوض بيان سور، ما تكتبهاش بالاحمر، وهذا مرفوض. اذا ولما عفوا ولما اكس كبيره تساوي 4 اي اسيه اكس تساوي الأربعة ومنه كما درنا نستعمل الآلان اكس تساوي، لما زال ما درسوش درس الآلان معليش استعمل هذا الخواص إلى أن نصل إلى درس الآلان. دائما كيكون عندك هكا أسية إكس تساوي 4 يعني إكس تساوي يعني كيفاش نقولوا أسية إكس تساوي أ، قانون يقول هكا أسية إكس تساوي أ يعني أنه إكس هذا يؤدي إلى أن إكس يساوي آلان أ، يساوي آلان أ، هذه قانون حفظه، هذا يكافئ هكذا لما أسية X تساوي A يكافئ أنه X يساوي ألان A، هذا قانون أكتبه بجي وحفظه
ها هي هو القانون. هنا يا عندنا X تساوي ألان ألان A يعني هو منه X تساوي ألان A. هذا هو الحساب تاعك X تساوي ألان A وتحبس هنا أي هنا ومنه S يساوي ماذا؟ يساوي ألان A. هذا هو الحل لأنه هذا ألان A عدد. هذا هو الحل تاعك ها هو S يساوي ألان A. زيدو نكملو ثاني. عندنا هذه المعادلة 2 أسية 2 إكس على أسية إكس زائد 1 تساوي 1 على أسية ناقص إكس. هذه واش نرجعوها؟ هذه ما تخليهاش هكذا، رجعها على الشكل هذا 2 أسية 2 إكس على أسية إكس زائد 1 نطبقوا الخواص تساوي ماذا؟ هذه تطلع لفوق تولي أسية إكس تو سامبلومون. هنا نضرب الطرفين، نضرب ماذا؟ الطرف هذه راهي على واحد، نضرب هذه لكي أتخلص من هذا راهم جينيني pour se débarrasser de ça نضرب طرفين هاي فوالا. اي هذا في هذا وهذا في الواحد. واش تعطينا؟ انتبه معايا واش تعطي لي لهنا. تولي لي لاحظ تولي لي اي اثنان أسية 2 إكس مضروبة في الواحد تبقى كما راهي تساوي أسية إكس مضروبة في أسية إكس زائد الواحد تولي على الشكل هذا ومنه تصبح لي هكذا 2 أسية 2 إكس تساوي ماذا؟ تساوي أسية إكس في أسية إكس تساوي أسية 2 إكس. خلاص دوك الخواص طبقناهم في مقبل سيبون وكاين صوالح سيبون نتجاوزوه ما نضلوش نعاودوا فيهم. أسية إكس في أسية إكس أي أسية إكس زائد إكس كذا تساوي 2 إكس سيبون كاين أمور صحيح. أسية إكس في الواحد زائد أسية إكس صح. هنا انتبه عندي 2 إكس 2 إكس والإكس هاد 2 إكس تروح ملي تولي 2 أسية 2 إكس ناقص أسية 2 إكس تساوي أسية إكس تو سامبلومون. 2 أسية إكس وناقص 2 أسية إكس تولي أسية 2 إكس تبقى وحدة تساوي أسية إكس. لو كان أخدم المعادلة تاعك راهي باينة أي 2 إكس تساوي الإكس ومنه واش تولي لي؟ هذا الإكس تولي ملهي أي تولي لاحظ تولي 2 إكس ناقص إكس تساوي الصفر ومنه تولي لنا إكس تساوي الصفر. ها هي النتيجة تاعك أي أس يساوي ماذا؟ يساوي الصفر. حتى تبحيت من الهضرة حاولوا الآن نحل هذا المتراجحة الأولى اللي هي أسية إكس في إكس ناقص واحد أقل أو يساوي أسية ثلاثة إكس زائد اثنان. أولا نفضل نذكرك ببعض الأمور تذكير تذكير مرة على مرة هكا نذكرك باش تبقى تشفع على أمور. لما نقول أن أسية مثلا نقول أسية إكس أكبر تماما من أسية إكس هذا يعني أن إكس أكبر تماما من الإكس. ولما نقول أن أسية إكس أقل أو يساوي أسية إكس يعني لما أي حل المتراجحة المتراجحة أون فرونسي يسموها لينيكواسيون ليني كواسيون اي ريزودر ليني كواسيون أسية اكس اكبر تماما من أسية إكس هذا سي ليكيفالون اي يكافئ اكس اكبر تماما من إكس. ريزودر اي حل المتراجحة أسية اكس اقل او يساوي أسية إكس هذا يعني ان اكس اقل او يساوي إكس حل المتراجحة هذا. ولما نقول
أسيت إكس أكبر تماما من إجرك، ماشي أسيت إجرك، من إجرك، هذا يكافئ أن إكس أكبر تماما من آلان إجرك. اكتبهم على جي واحفظهم، من آلان إجرك، يعني الإجرك في هذا الحالة تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة ما عدا الصفر. متفاهمين؟ هنا ما عدا الصفر في كلتا مم، حتى الحالة هذه لما أسيت إكس أقل أو يساوي إجرك، يعني هذه تخص هذه وتخص هذه، هنا يكافئ أنه إكس أقل أو يساوي آلان إجرك، نفس الشيء. يصير هنا أقل تماما، وهنا ثاني يجي فيها أكبر أو يساوي كذا، يعني درت حالات هذو، نكتفي بالحالات هذو. نجول الآن نرجع للمتراجحة التعي، نجي نختم. هذا ماذا يكافئ؟ هذا يكافئ أنه إكس في إكس ناقص واحد أقل أو يساوي ثلاثة إكس زائد اثنان، أي يكافئ، أي نضرب الإكس في هذه تولي إكس مربع ناقص إكس أقل أو يساوي ثلاثة إكس زائد الاثنان، ومنه تصبح عندي إكس مربع ثلاثة تروح من هي ثلاثة إكس تولي ناقص إكس ناقص ثلاثة إكس ناقص أربعة إكس، والاثنان ثان ترجع من هي تولي ناقص اثنان أقل أو يساوي الصفر. هنا صبحت عندي كثير حدود من درجة ثانية، انترينوم دو دي دوزيام دوغري. نجي هنا نحسب، ماذا نحسب؟ الدالتا، الدالتا واش يساوي؟ يساوي بي او كاري موان كات اسي، موان كات اسي، اي يساوي بي او كاري اللي هو ناقص اربعة مربع ناقص اربعة في الواحد اللي هي الار، السي هي ناقص واحد في الناقص ناقص اثنان، عفوا في الناقص اثنان، ناقص اربعة مربع يعني 16 في ايه زائد ثمانية صافي تولي تساوي اربعة وعشرين، اربعة وعشرين. اذا صبنا دلتا اكبر من الصفر يقبل حلين. انجو اكس واحد تساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على اثنين، أي يساوي ناقص بي، أي ناقص ناقص أربعة، لأن البي هو ناقص أربعة والناقص هذا ناقص بي، احذر ناقص بي ناقص، إذا ناقص جذر أربعة وعشرين على ماذا؟ على اثنان في الواحد، ومنه يولي يساوي أربعة ناقص جذر أربعة وعشرين. كيفاش يخرج من تحت الجذر؟ أي 24 على 2 12 على 2 6 على 2 3 3 هكذا. إذن عندي 2 هذو زوج 2 مربع يخرجوا، تبقى هذه تحت الجذر، يعني تولي 2 مربع في 2 في 3 تحت الجذر، أي اثنان تولي اثنان جذر اثنان في ثلاثة تولي في ثلاثة تولي اثنان جذر ستة. لربما كان نساء قواعد الجذور، ما عليش نذكرك حتى في الكاطرياماني ما فيهاش بس، مهم تكون صحيح. اي ناقص تولي ناقص ماذا؟ اثنان جذر ستة على ماذا؟ على اثنان. ومنه لاحظ هنا عندي، انتبه مليح حتى نتخلص من هذا الاثنان في المقام، واش تساوي؟ نخرج هذه الفوق عامل مشترك، انا عندي الربعة وهنا اثنين، خرج عامل مشترك، دائما راعي هذا الامور، اي تساوي اثنان في اثنان ناقص جذر ستة، هذه خرجتها عامل مشترك على اثنان، راح الاثنان يعني تخلصت منه، تساوي اثنان ناقص جذر ستة، يعني هذه هي الإكس واحد تساوي اثنان ناقص جذر ستة. نجي نحسب الآن
x اثنان. نجي الآن نحسب x اثنان. x اثنان تساوي ماذا؟ أي تساوي ناقص ب زائد جذر دالتا على ماذا؟ على 2a. على 2a تساوي ناقص 4 زائد جذر 24 على 2 في الواحد. في الواحد عفوا تساوي ماذا؟ 4 زائد 2 جذر 6 على 2. نخرجوا هذه اوتوماتيك راح تولي 2 عامل مشترك في 2 زائد جذر 6 على 2. هذه تروح مع هذه تصبح لي تساوي 2 زائد جذر 6. هنا واش قالوا لي؟ قالوا لي هذا كثير الحدود من درجه ثانيه لازم يكون اقل او يساوي الصفر. يعني هنا نجي ندير الاشاره تاعو مادام استجبت الجذور تاعو، نجي ندير الاشاره تاعو وين راني عارف وين راه انا راهو اكبر او يساوي الصفر ولا اقل او يساوي الصفر. انا نحتاج وين هو اقل او يساوي الصفر. اذا هنا واش نجي كيفاش نجي نخدم هكذا، نجي ندرس اشاره تاعو انت بها معايا غير بعقلك. عندنا هنا الاكس، عندنا هنا اكس مربع ناقص 4 اكس ناقص الاثنان، عندي هنا ناقص لا نهايه، وعندي هنا هذه اقل من هذه معلوم، 2 ناقص جذر 6 اقل من 2 زائد جذر 6، اي عندي 2 ناقص جذر 6، وعندي هنا الجذور هذو 2 زائد جذر 6 وزائد لا نهايه. اشاره كثير حدود من الدرجه الثانيه باش تكون اوتوماتيك هنا يعدمها الاخر هنا يعدمو. اذا هنا وشنو؟ هنا عندنا انتبه معي مليح، هنا اشاره ماذا؟ اشاره ا. هنا عكس اشاره ا، هنا اشاره ا هكذا. ايوه اشاره ا موجب. اذا هنا انتبه إشارة أ ها هي إشارة أ ها هي زائد هنا عكس إشارة أ ناقص هنا إشارة أ زائد. هنا واش قالوا لي؟ قالوا لي لازم تكون أقل أو يساوي الصفر. وين راهي أقل أو يساوي الصفر؟ راهي هنايا، يعني هذو ما نحتاجهمش، عندي ما ندير بهذه المجالات هذو، يعني نحتاج المجال هذا منا حتى لهنا، يعني هذو داخلين لان اقل او يساوي صفر. كون قال لي اقل تماما من الصفر ما نديهمش، يكونوا المجالات هذو مفتوحين، اما هنا لا ندي هذو. اذا لهنا الاس، انتبه معايا الاس وستوس ومنه، يعني هذا ماذا يكافئ؟ يكافئ انه اكس وين تنتمي اللي نحتاجها؟ تنتمي للمجال 2 ناقص جذر 6 و 2 زائد جذر 6. متفاهمين؟ اي ومن بعد واش تكتب؟ ومنه مجموعة حلول المتراجحة واش هما؟ اس يساوي 2 ناقص جذر 6 و حتى الاثنان زائد جذر 6، اي المجال هذا، اي هذه هي مجموعه حلول المتراجحه. نحل الان المتراجحه هذه، عندي اسيت اكس زائد اسيت ناقص اكس اكبر تماما من اسيت 2 زائد 1 على اسيت على الاسيه. هنا نعطيك طريقه كي تكون حالات كيما هذو، هنا نضرب الطرفين في اسيت اكس، يعني هنا نضرب الطرفين هذه طريقة نضرب الطرفين في ماذا؟ في أسية إكس أكبر تماما من الصفر، يعني بدون تغيير جهة المتباينة، بدون تغيير جهة المتباينة. هذه هي الطريقة اللي راهي عندي.
أي هذا واش يكافئ؟ يكافئ ماذا؟ هذا يكافئ واش نجي ندير؟ نضرب الطرفين، أي أسية إكس في ماذا؟ في أسية إكس زائد أسية ناقص إكس. هذه طريقة أكبر تماما من أسية إكس في ماذا؟ في أسية الاثنان زائد الواحد على الأسية. ومنه واش تصبح لي؟ نضرب هذه في هذه، أي هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أسية إكس في أسية إكس زائد أسية إكس في أسية ناقص إكس. ضربت هذه في هذه، أي أكبر تماما. هذه تنضرب وين؟ في البسط وليس في المقام، في البسط هنايا. أي تولي لي أسية إكس مضروبة في أسية اثنان زائد واحد على الأسية عفوا أي واش ترجع لي لهنا؟ لاحظ هنا تولي لي أسية اثنين إكس، هذه عفوا هذه هنا تولي أسية اثنين إكس، أما هذه تولي أسية إكس ناقص إكس، تولي لي أسية ماذا؟ هذه ترجع لي تولي لي أسية الصفر، أي تساوي الواحد. أسية الصفر تساوي الواحد. ومنه واش نجي نكتب؟ أي هذا يكافئ أن تولي عندنا أسية 2 إكس هي أسية إكس مربع، هكذا أسية إكس مربع زائد الواحد أكبر تماما من ماذا؟ من أسية إكس في أسية 2 زائد الواحد على ماذا؟ على أ، على أ صح. الآن واش نجي ندير؟ مادام هذا راهو المقام تاع واحد، نضرب الطرفين هكذا في بعضهم هذا، هكذا نضرب ضرب الطرفين أي باش تخلص من هذا. واش تولي عندي؟ تولي لي أي تولي تساوي أي أو يكافئ، يكافئ ماذا؟ أسية، ما نديروش تساوي، يكافئ لأنه أكبر تماما. تولي هذا الأ مضروبة في ماذا؟ في أسية، أي تولي لي أ مضروبة في أسية إكس مربع، ومن بعد الأ مضروبة في الواحد، أي زائد أ أكبر تماما من أسية إكس في أسية اثنان زائد الواحد. ها واش خرجت عندي صح. إذن هنا هذه لازم ترجع منا، كي ترجع منا واش تولي لي؟ تولي لي أسية مضروبة في أسية إكس مربع ناقص، لأن أسية إكس ناقص أسية، أو بالأحرى نسكموها نرجعها على الشكل هذا، أسية اثنان زائد واحد في أسية إكس زائد الأسية أكبر من صفر. شوف عليه سقمتهم هكا كيفاش ولاو؟ ها واش ولاو؟ ما ولاوليش على الشكل ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي أكبر تماما من صفر، أي كثير حدود من الدرجة الثانية. هنا نولي لخدمتنا اكس كبيرة، هنا نرجع لخدمتنا، يعني هنا بوضع بوضع او عفوا نكتبها هنا بوضع بوضع اكس الكبيرة تساوي أسية اكس مع اكس الكبيرة تكون اكبر تماما من الصفر ما دامها تساوي أسية اكس. إذن واش يخرج عندي لهنا؟ واش نجي ندير؟ في بلاصة أسية اكس ندير اكس كبيرة، هاي هنا هاك ها هكذا، هذا مكان ها واش ندير؟ يعني في بلاصة اكس هنا ندير أسية اكس كبيرة مربع ناقص أي أسية اثنان زائد واحد اكس الكبيرة زائد أ أكبر من الصفر.
هذا كل حكت لهذه نجي نختم نبدل نجيب صفحة جديدة باش بسكو ما كاش بلاصة في الصفحة هذه. والصفحة عندي هنا كثير حدود من درجات ثانية. إذا هنا نروح لمن للدالتا. دالتا تساوي ماذا؟ تساوي ب مربع ناقص 4 أسي، ومنه تساوي أي ب مربع اللي هي كامل هذه ناقص أسية 2 زائد 1، أي تساوي ماذا؟ ناقص أسية مربع زائد 1 الكل مربع ناقص 4 ناقص 4 في الأ، الأ اللي هي أ في أ في السي اللي هي كذلك ال أ، ومنه واش تولي لي؟ ترجع لي على الشكل هذه، راهي على الشكل أو كاري بلس بي أ بلس بي أو كاري. كان اللي يقول لي والناقص هذا، هذا الناقص راه مربع، هذه كيش راهي مكتوبة على شكل ناقص واحد مضروب في أسية 2 زائد 1 مربع، كل واحد هنا يعوم بحره، هذه هنايا لاحظ هذا وحده راه ناقص واحد مربع يساوي واحد، وهذا كيف كيف هذا هنا لاحظ عفوا المربع هنا ماشي هنا، هذا كيف كيف راه أسية 2 زائد 1 مربع يخرج، هذا يخرج وحده وهذا يخرج وحده. إذن هذا اون لوبلي سيبو صح. هنايا واش تصبح عندي؟ تصبح عندي المشكلة راهي هنايا، أي هذا الأسية 2 زائد 1 تولي مربع، أي تولي على الشكل أ بلس بي أو كاري، تولي ماذا؟ على الشكل أ بلس بي أو كاري، أي واش تصبح لي؟ تصبح لي أ بلس بي أي أسية، أي تولي لي أسية 2 مربع زائد 2 أي 2AB، أي تساوي A أو كاري بلس 2AB بلس B أو كاري زائد 2 في الأB في الأسية 2 في الواحد، 2 أسية 2 زائد B مربع اللي هي 1 سيبو. أي لهنا نعود هذه خرجت هذه وحدها، نعود نرجع لهنا للديسكريمينون تاعي يساوي ماذا؟ أسية 2 أس 2 واش تساوي؟ تساوي أسية 4 زائد 2 أسية 2 أي أسية الأسية مربع زائد الواحد بدون ما ننسى ناقص 4 في الأو في الأو في الأسية في الأسية أي ناقص 4 أسية مربع، ومنه واش تصبح عندي؟ تصبح تساوي أسية أس 4 زائد 4 والناقص 4 أي تولي ناقص 2 أسية مربع زائد 1، وهذه وهذه راهي على الشكل ماذا؟ أ مربع ناقص 2AB زائد ماذا؟ زائد B مربع أي تساوي ماذا؟ تساوي A مو B أو كاري. إذن هذه هنا واش تصبح لي؟ تساوي A مو B، هنا A مربع يعني أس هكذا 4 يساوي أسية 2 مربع يعني A، هذا A، الA هو أسية 2 ناقص الB اللي هو 1 ناقص B أي مربع هكذا. إذن مدام لاحظ معايا مليح، مدام أسية 2 أي دالتا صبناها تساوي أسية 2 ناقص 1 الكل مربع ما فيهاش نقاش، هنا دالتا أكبر تماما من الصفر. إذن هنا ثلاثي الحد واش يقبل؟ يقبل حلين، ثلاثي الحد يقبل حلين. إذن هنا نجو نحسبو إكس الكبيرة واحد أي تساوي ناقص بي ناقص جذر دالتا على ماذا؟ على 2 أ، ومنه تساوي ماذا؟ تساوي ناقص بي، بي اللي هو ناقص
أسية اثنان زائد واحد ناقص جذر دلتا اللي هي أسية اثنان ناقص واحد الكل مربع، أي أس مربع، هذا أس مربع ناقص واحد، أي تساوي ماذا؟ تساوي، لاحظ معي، أسية اثنان زائد واحد، لأنه ناقص ناقص يأثر فيه واللي زائد، ناقص هذه تخرج من تحت الجذر، أسية مربع ناقص زائد زائد واحد، لأن ماذا؟ تخرج تولي من الأحسن. شو كيفاش ديرها؟ أصبر باش ما تتلفلكش. هنا أسية ناقص، ومن بعد هذه تخرج أسية اثنان ناقص واحد، هكذا. مادام خرجت هكذا، واش تولي لنا من بعد؟ أي هذه تولي لنا، لاحظ، تولي لنا ناقص أسية مربع زائد واحد، أي نبدل الإشارة على ماذا؟ على اثنان أ، أ وشنو هو؟ هو هاي وراي أ أسية، إذا اثنان في أ، ومنه واش تصبح معايا؟ هذه هاي راحت مع هذه، تصبح تساوي ماذا؟ تساوي اثنان أسية مربع على اثنان الأسية. هنا الاثنان مع الاثنان راحت، والأسية مربع واحدة منهم راحت مع هذه، إذا تصبح تساوي أ، تصبح تساوي الأسية. نزيد نكمل الآن، نحسب إكس الكبيرة اثنان تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ب زائد جذر دالتا، أي على اثنان أ، أي تساوي، لاحظ، ناقص ناقص أسية مربع زائد واحد هكذا، زائد جذر دالتا اللي هو أسية اثنان ناقص واحد الكل مربع على اثنان في الألي هو الأسية، ومنه تساوي أسية مربع زائد واحد زائد الأسية مربع ناقص الواحد على اثنان أ، أي زائد واحد ناقص واحد راحت، تساوي اثنان أسية مربع على اثنان الأسية، هذا راح مع هذا، واحدة من هذه راحت مع هذا، أي تساوي أ، تساوي ماذا؟ أ. إذن وصبنا هنا، عفوا حدث خطأ في حساب الأسية إكس كبيرة واحد، لأنه كنا قلنا باللي صبنا باللي عفوا حدث الخطأ سهوا، أسية مربع زائد واحد ناقص أسية مربع زائد واحد على اثنان الأسية، أي هذه راحت مع هذه، صبحت واش صبحت عندي؟ صبحت اثنان على اثنان أسية، يعني سيت درت أسية مربع هنا خطأ، أي هذا يروح مع هذا، يصبح عندي ماذا؟ يصبح عندي واحد على الأسية، ومنه يساوي أسية ناقص واحد، هنا أسية ناقص واحد وليس أسية، هنا حدث خطأ سهو عفوا، أي هنا يعني أعتذر عن الخطأ الذي حدث، هذا من تعبت لذا حدث سهوا، بما أن يعني في الحساب هو راه باين، كي تحسب معايا باين باللي يعني كي حسبت إنسان يفيق باللي راه داير خطأ، بما أن درنا باللي إكس كبيرة تساوي أسية إكس، وبما أن إكس الكبيرة واحد أكبر تماما من صفر، وإكس الكبيرة اثنان أكبر تماما من صفر، لأن أسية ناقص واحد أكبر تماما من صفر، إذن لهنا ثلاثي الحد يقبل ماذا؟ جذرين مختلفين، أي ثلاثي هكذا تكتب، تعلم تكتب هكذا، ثلاثي الحد
يقبل جذرين مختلفين أو متميزين مختلفين. فوالا عندنا الإكس واحد يساوي الآن إكس كبيرة واحد ومنه يساوي الآن أسية ناقص واحد أي يساوي ناقص واحد. عندنا إكس اثنان يساوي الآن إكس الكبيرة اثنان أي يساوي الآن الأسية ما دام هنا كاين واحد فوقها هنا أي تساوي واحد. إذن هنا لاحظ أنه قالوا لنا لازم تكون أكبر تماما من الصفر، لازم تكون أكبر تماما من الصفر. هنا لازم ندير جدول، هنا يدخل فيها جدول. انتبه معايا كيفاش راح نخدم، شوفوا الجدول كيفاش راح ندير. عندنا لهنا لاحظ معايا عندي اكس، نجيب هذه المعادلة الكبيرة كامل نحطها لهنا، عندي أسية اكس كبيرة اي كثير حدود من درجة ثانية، من حوش نفهم أسية اثنان زائد الواحد اكس كبيرة زائد الأسية، عندي نقص لا نهاية، عندي الجذر الأول صدته نقص واحد، الآخر واحد، والآخر زائد لا نهاية، يعني هذا يولوا لهنا هكذا هكذا. هنا إشارة انتبه معايا مليح، إشارة أ زائد عكس إشارة أ، إشارة أ هنا واش قالوا لي؟ أكبر تماما من ماذا؟ من الصفر، أي المجالات اللي راهم معنيين بالأمر هنا هما هذا وهذا، أكبر تماما من الصفر، يعني النقص واحد والواحد ماهمش داخلين، احذر ناقص واحد والواحد ما راهمش داخلين. ومنه حلول المتراجحة، وشن هما اس يساوي من ناقص لا نهاية حتى للناقص واحد ماهوش داخل، اتحاد من الواحد كذلك ماهوش داخل في الحساب حتى زائد لا نهاية. نكمل مع آخر تمرين في هذا الفيديو مع هذا المتراجحة. عندنا أسية 2 إكس أكبر تماما من 2 ناقص أسية إكس، هذه رجحها على الشكل أسية 2 إكس هذه تروح منا زائد أسية إكس ناقص اثنان أكبر تماما من الصفر. هنا راهي على الشكل أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي أكبر تماما من الصفر. نضع ماذا؟ نضع إكس الكبيرة تساوي أسية إكس، نضع إكس كبيرة تساوي أسية إكس، إذن تصبح لي اللهنة هذه واش تصبح؟ تصبح هكذا، أي تصبح إكس الكبيرة مربع، لماذا؟ لأن أسية 2 إكس هي أسية إكس مربع، زائد إكس الكبيرة ناقص 2 أكبر من الصفر، أكبر من الصفر. الآن أصبح عندي كثير حدود من الدرجة الثانية، الآن نحوس على الديسكريمينو أي المميز، دلتا يساوي ماذا؟ يساوي بي مربع ناقص 4 أسي، أي يساوي بي مربع هو واحد ناقص، أي واحد مربع ناقص 4 في الأ اللي هو واحد في السي اللي هو ناقص اثنان، ومنه نصيبها تساوي 9، أي لهنا عندنا دالتا أكبر تماما من الصفر، أكبر من الصفر.
نجون نحسبوا اكس الكبيرة واحد تساوي ماذا؟ تساوي اي ناقص بي ناقص جذر دالتا على ماذا؟ على اثنين ا، اي تساوي ناقص بي اي ناقص واحد ناقص جذر تسعة على اثنان في واحد، اي تساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة على اثنان، ومنه نصيبها تساوي ناقص أربعة على اثنان تساوي ناقص اثنان. نجو نحسب الآن إكس الكبيرة اثنان تساوي ماذا؟ أي ناقص بي زائد جذر دالتا على اثنان أ، اثنان أ تساوي ماذا؟ تساوي ناقص واحد زائد جذر تسعة على اثنان في الواحد تساوي ناقص واحد زائد ثلاثة على اثنان، ومنه تساوي اثنان على اثنان تساوي ماذا؟ واحد. هنا وين توصلنا؟ توصلنا ان اكس واحد يساوي ناقص اثنان، وهنا مدام لاحظ مليح، شوف مدام اكس يعني هنا شو مدام اكس كبيرة درناها تساوي أسيت اكس، يعني هنا بيقول أسيت إكس تساوي ناقص إثنان، وهذا مستحيل غير معقول، يعني غير معقول أنها تساوي ناقص إثنان، إذن هذا الحل مرفوض، هذا مرفوض ما ندوش. إذن هنا الحل اللي ندوه هو ماذا؟ هو الحل الثاني، يعني أسيت إكس هنا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا أسية إكس تساوي ماذا؟ أسية إكس تساوي الواحد، يعني هنا نقصد به أسية إكس تساوي واحد، أي أسية إكس تساوي أسية ماذا؟ أسية الصفر، أسية إكس تساوي أسية صفر، ومنه إكس تساوي ماذا؟ تساوي الصفر تو سامبلومون، ومنه الإكس تساوي الصفر. إذن عندنا حل أرفضناه وحل قبلناه لهنا. لهنا واش قالون؟ هنا لاحظ أن كثير حدود هذا من درجة ثانية لازم يكون موجب أكبر، أي موجب تماما، يعني أكبر تماما من الصفر. الآن نبحث، نروح نحوس على الإشارة، نحوس على الإشارة، يعني هذا نرجع للمعادلة تاعي الأولى كثير الحدود الأول، يعني أسية 2 إكس زائد أسية إكس ناقص الإثنان واش تساوي؟ مادام صدت ناقص الإثنان هنا والواحد، يعني المقصود تاعها هي أنها أسية إكس زائد الإثنان، يعني هكذا لو ندير الآخر نولي تساوي ناقص إثنان في أسية إكس ناقص الواحد، يعني هذا ترجع على الشكل هذا، صح. عندنا لهنا رانا نتحوشوا على الإشارة تاع كثير الحدود هذا. لاحظ هنا في الأول عندنا أسية إكس زائد إثنان، هذه العبارة هذه دائما موجبة، هذا دائما أكبر من الصفر، أكبر تماما من الصفر. إذن قلنا هذا يصبح دائما، أي هذه أسية إكس زائد إثنان مادام أسية، لاحظ أسية إكس موجبة دائما، ونزيد لها الإثنان إذن تكون موجبة، أي موجبة دائما، ومنه هنا تصبح إشارة ثلاثي الحد من درجة ثانية هذا هي إشارة هذه، أي أسية إكس ناقص واحد. نجو نديرو لها جدول، ها هو الجدول أمامك، أي عندي الإكس وعندي أسية إكس ناقص واحد. هنا هذه شكون اللي عدمها؟ يعني هنا أي كي ندير الجذر تاعها بدون ما نروح للآخر،
أي راهي على الشكل x ناقص واحد، x ناقص واحد تكون على الشكل هذا، أي هنا تصبح عكس إشارة أ، إشارة أ تصبح عكس إشارة أ، إشارة أ. لماذا هنا تنعدم عند ماذا؟ عند الصفر. لماذا؟ لأننا وجدنا x تساوي الصفر، لاحظ ها هي وجدناها ماذا؟ وجدناها x تساوي الصفر. الآن عندنا المتراجحة رغم يقولوا باللي أكبر تماما من الصفر، يعني هنا المتراجحة لازم تأخذ القيم الكبيرة، أي اللي هم من هنا هو هذه، أي زائد هو هذه، الحل هو هذه زائد. إذن هنا الحل آس يساوي من ماذا؟ أكبر تماما، أكبر تماما، مشي أكبر أو يساوي، أي الصفر ما ندوش، ما ندوش صفر، أي من صفر إلى زائد لا نهاية، هذا هو الحل تاعك. يعني هنا لو مثلا توقعنا أنه هذا المعادلة جاتنا على الشكل هذه، إثنان أي أسية إثنان إكس زائد أسية X ناقص الإثنان تكون أقل تماما من الصفر. لو مثلا طلبوا مني المعادلة هكذا، هنا اللي همني هو هذا، يعني هذه لابارتي، أي لهنا الحل في حالة ما إذا أعطاولك هذا، الحل هو من ماذا؟ من ناقص لا نهاية حتى للصفر، الصفر لا ما ندوش الصفر. لو أعطانا أقل أو يساوي الصفر، هنا الصفر ندوه، هذه تكون مغلوقة، يعني لازم لك تراعي المتباينات هذو، عندك أكبر تماما من الصفر، أقل تماما من الصفر، أكبر أو يساوي الصفر، وعندك أقل أو يساوي الصفر، لازم لك تراعي المتباينات الأربعة هذو. هكذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من هذا الفيديو الطويل. كما قلت لكم مش شرط الفيديو يكون فيه ساعتين ثلاثة، تقرأ ساعتين ثلاثة على طريق، دايما قلت لك الرياضيات ما تديباسيش اونور، ساعة ما تديباسيهاش، أقرأ تلحق ساعة، تشوف روحك تعبت ريح صراح، ومن بعد حاول شوف وين وقفت الفيديو، هاي تمشي الفيديو عندها مجال وين وقفت، وقفت الفيديو نوتي على جهة وين وقفت، عاود ارجع الفيديو، عاود افتح الفيديو، ابدأ منين توقفت كمل، وهكذا ساعة ولا مثلا ساعة ادرس فيها الرياضيات، وقف وروح ريح، عاود ارجع ادرس مادة اخرى الفيزياء ولا اي مادة اخرى، بدون ثاني نوصيك ما تنساش المواد الثانوية ما تنساهمش. هكذا اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.